ازدحام خانق شهده الغزالي وطريق المطار والطرق المؤدية إلى الشويخ وسط تذمر العديد من مرتادي الطريق بسبب تعطل مصالحهم، والوقت للوصول إلى وجهتهم قد يستغرق أكثر من ساعة ونصف. فماذا قال المواطنون؟ والله الزحمة هذه ولا حتى يوم القيامة تشوفين زحمة مثل هذه صار. والله الزحمة ما راح نخلص منها مدام تحويلات كلها خطأ بالكويت، ما راح نخلص منها. هذه زحمة مفتوحة على الكويت كل أبوها. كثافة السيارات زايدة عن الشوارع. فكان عندي شغل ساعة ونص عند الأشارة، هذا ولو واحد مريض أو بيسافر إيش يعمل يعني؟ والله تاخذ كثير، أنا طلعت الصبح عشان بس أوصل شويخ من قرطبة لشويخ ساعة، العطلة هذا شارع المطار كل مكان عطلة، كل الشوارع عطلة صراحة. شو الزحمة؟ زحمة ما تطاق. بعد الزحمة وزهو فوضى، ما في مرور ولا سيارة مرور شفنا. إلى الآن ما صار لي ساعتين أسوق ماكو سيارة مرور. لو سيارة واحدة بس يتكرمون علينا المرور. الزحمة تصير عندنا مع الكل خروج الدوامات، لأن خروج ثابت للكل، يعني ممكن حضوري أبكر شوي، غيري يتأخر شوي، تمشي شوي، لكن خروج الدوامات كل شوي في مشكلة. الصبح اليوم من 8 إلى 10 وصلت الدوام، سلمت الله الساعة 10 إلى 10، والحين يلا أخذي ساعة، ساعة إلا ربع على ما تطلعين بس على الشارع، والله المستعان إن شاء الله. لا لا الحين الحمد لله الأعصاب هادية، ما نتعودنا خلاص يعني. صار لنا كم سنة نسوق. نحمد الله نقدر نمسك أعصابنا على قدر المستطاع، وربك يسهلها إن شاء الله. لا الحمد لله الأعصاب حساب صحيح، نسمع محطات القرآن وإن شاء الله ما نستبدل أعصابنا.